أهلا بكل مشاهدينا، خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه 31 قرش للشراء، 19 جنيه 38 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 43 قرش للشراء، 19 جنيه 51 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 41 قرش للشراء، 22 جنيه 51 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 20 جنيه و18 قرش للشراء، 20 جنيه و27 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 78 قرش للشراء و2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و13 قرش للشراء، 5 جنيه و15 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه 52 قرش للشراء و62 جنيه و93 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 25 قرش للشراء، 5 جنيه 27 قرش للبيع. ونتحول متوسط أسعار الذهب اللي فيها الجرام عيار 18 بيسجل 956 جنيه، عيار 21 بيسجل للجرام 1115 جنيه، عيار 24 بيسجل الجرام 1274 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8920 جنيه. نرجع على طول لشاذلي وهدين نكمل معاهم باقي جولتنا في المحافظات، اتفضل. شكرا يا مين.